لم أتوقع حدوث ذلك، لم أستطع تخيل أن شيئاً من هذا القبيل قد يحدث وبهذا الحجم. حتى اللحظة الأخيرة لم أستطع تصديق ما يحدث، اعتقدت أنها مجرد تهديدات عادية، أنا وعائلتي لم نكن مستعدين لما حدث. مواطني كوبيانسك الأعزاء، الأحداث التي تجري حول بلدتنا لا يمكن تجاهلها لأنها تثير اهتمام الجميع، كما تثير حالة ذعر في مدينتنا. استمعوا إلي، لا داعي للذعر، علينا الحفاظ على الانضباط والهدوء. رفض ميكولا سماع أي شيء حول مغادرة المدينة والتوجه إلى مكان آخر. نحن قدام المحاربين في حرب دونباس، لم نخوض كل تلك المعارك الصعبة حتى يستولي الروس الآن على مدينتنا. حسب فهمي كان ميكولا ينتظر أن يرسل جيشنا تعزيزات عسكرية وقوات. عندما تأكد من عدم وصول تعزيزات عسكرية أدرك أن الروس سيجتاحون المدينة، كما علم أنه لا يمكنه الاعتماد على العمدة ماتسيهورا. في الساعة 7:30 من صباح هذا اليوم تلقيت مكالمة من قائد الكتيبة الروسية، فخيرني بين عقد مفاوضات أو اقتحام المدينة مع كل العواقب. لقد قررت قبول طلبه بالمفاوضات لتجنب الخسائر البشرية والدمار. ناقشنا خطط الجيش لدخول المدينة وقدموا ضمانات بالحفاظ على النظام. سكان هذه المدينة مجدون ومتواضعون، لا أحد هنا يحلم بتحقيق أشياء بعيدة المنال. بما أن المدينة تقع في الضواحي، يعتقد الجميع أن بإمكانهم فعل ما يشاءون، ثم يأتي شخص ما ويقوم بالدعاية لروسيا. كان يعتقد أن المدينة بحاجة للمصنع. تعرفت على ميكولا في فترة الانتخابات، حيث كان مكان عملي يقع في دائرته الانتخابية. في وقت لاحق بدأنا نلتقي وأصبحنا أصدقاء. لقد سارت الأمور على هذا النحو. كان واثقا تماما من أن أوكرانيا ستنتصر وأننا لن نسمح بحدوث شيء كهذا أبدا. لم يستطع تخيل ما حدث على الإطلاق. كان عضوا في مجلس المدينة ورجلا من عموم الشعب، لم يكن سياسيا منعزلا أو بيروقراطيا،
كان لا يحب المدن الكبيرة ولم يرغب أبداً في مغادرة كوبيانسك التي اعتبرها موطنه. بعد تسليم المدينة للروس كان في حالة نفسية صعبة، لقد أدرك أن الأمر قد قضي. في إحدى القرى أو المدن خرج الناس إلى الشوارع وواجهوا الروس ودفعوهم إلى التراجع. كان يحلم بتنفيذ شيء من هذا القبيل. أول ما فعله هو التوجه إلى مكتبه لإحضار العلم الأوكراني، أراد أن يرفعه. اتصل بي وبدا مضطرباً جداً، طلب مني أن أتوجه إلى المظاهرة وأن أحضر الكاميرا معي. خرج الناس من أقبيتهم. أتدرك ما يدور في ذهن شخص قضى 4 أيام في القبو والآن نحن جميعاً في الشوارع؟ حضر 300 شخص من الرجال والنساء. كانوا يحيطون بنا برشاشاتهم هنا وهناك، وفي الخلف كانوا يقفون بالسيارات. كوبيانسك مدينة أوكرانية، المجد للأبطال. لن ندخل في أي مواجهات، إنهم مسلحون. كان احتجاجاً سلمياً، أردنا الحصول على إجابات. لماذا هم هنا؟ إنهم محطمون معنوياً. أخبروا أنهم سيقومون بمناورات عسكرية وهم لا يفهمون ماذا أتى بهم إلى هذا المكان. لم يستقبلوا بترحيب، لذا يرغبون في العودة إلى بلادهم. لم نصدق أنهم جاءوا إلى هنا لقتل الأوكرانيين. أخبروا كافة مجموعات الدردشة أننا سننطلق الآن. توجهنا إلى آخر الشارع. كان يقود المتظاهرين، وحين وصلنا كان الجنود الروس يقفون على هذا الطريق. فجأة اندلع دخان كثيف. إنهم يلقون القنابل على المدنيين السلميين، لا يرغبون في تفاوض سلمي ولا يريدون مغادرة بلادنا بسلام. عندما تلاشى الدخان أدركنا أن ميكولا قد اختفى. من الأفضل أن تغادروا، سوف يطلقون النار. كانوا يعرفون أنهم إن اعتقلوا ماسلي فسيهدأ الناس، وهذا ما حدث بالفعل. نطالب ببث أن ميكولا ماسلي على قيد الحياة.
كيف سنتعامل الآن مع الروس؟ أين كنتم عندما كنت وحيداً في مكتبي؟ كان مكتب التجنيد مغلقاً. لقد توجهت إلى هناك أيضاً، لكنهم لم يسلمون أي سلاح ولا حتى رشاشاً واحداً. بدلاً من ذلك كنت أجلس وحيداً في مجلس المدينة مع عدد قليل من النساء. كنت هناك ليلاً ونهاراً طوال الأيام الماضية، حتى إني ذهبت إلى الروس لوحدي. لقد رافقتني امرأة واحدة فقط. هذا هو مقرنا. الإدارة المحلية كانت في الطابق الأرضي، أما مجلس المدينة فكان في الطابقين العلويين. لقد دمر كل شيء. كان هذا مكتبي. في اليوم الذي تم فيه احتلال كوبيانسك وإعلان عمدة المدينة السماح بدخول القوات الروسية، كان جالساً هنا في مكتبه. هناك كان المكتب حيث سجل مقطع الفيديو ذاك. إنه قراري وأنا أتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في المدينة. كان ذلك خطأ. عندما سجل مقطع الفيديو كنا جميعا في العمل. لم نكن نعمل من أجله أو من أجل الروس أو أي شخص آخر كما يقول البعض، ويسألوننا لماذا لم نهرب. لكن ماذا عن السكان؟ كانت الحياة مستمرة. جاءوا بكثافة وكانوا يبكون ويطلبون منا المساعدة. لم يكن هناك مال. كان لابد من علاج المرضى. حدث انهيار كامل. في الواقع لم نتعاون معهم، ولم يقتحم أي روسي بزي عسكري هذا المبنى. لقد التزمنا بالقوانين الأوكرانية. كان كل شيء أوكرانياً. لا أريد أن أظهر وجهي لأنني أخشى عودة الروس. في اليوم الأول من الاحتلال طلب منا رئيسي أن نتحدث الروسية ونعمل لصالح روسيا. اعترضت على ذلك وأخبرته بأنني لن أعمل لصالحهم ولن أقبل بأي مساعدة إنسانية من طرفهم، فرد بأنني سأواجه بتصرف هذا عواقب سلبية. سكان كوبيانسك قويون ومنظمون. نحن نساعد بعضنا وأمل أن يكون القادم أفضل. ثم بدأت عمليات التفتيش. في الساعة السادسة اقتحموا منزلي. من النافذة شاهدت وصول حافلتين وترجل منهما جنود. ابني كان يصرخ مذعوراً، لا تأخذ أمي. خرجت، ثم نظر جندي إلى هويتي وقال: تشيريمسكي، ستأتي معنا. إنهم ليسوا بشراً. قالوا لابني: أمك لن تعود للبيت، لقد انتهى أمرها. سجنوني في زنزانة انفرادية رقم 9. أحضروني إلى قبو لاستنطاقي وسألوني أين يختبئ المحاربون. سمعتهم يضربون أحد محاربي دونباس بوحشية، وبدأت الأفكار تتسارع في ذهني عما سيحدث الآن. حاولت التحدث إليهم بهدوء. في البداية بدأ أنهم متفهمون، ثم دخل رجل بدا عابسا للغاية وقال: لماذا تتحدثون معها؟ اضربوها. وهنا اعتدوا علي بوحشية. تعرضت لضرب مبرح وصعقات بالكهرباء. عندما كان المحتل يدخل منطقة ما، كان أول ما يبحث عنه هو مبان يستخدمها كمقرات رئيسية وكسجون وغرف تعذيب. أكبر غرف التعذيب كانت في مقر الشرطة الرئيسي الذي يوفر الظروف المناسبة، لذا احتجز معظم الأشخاص هنا.
الزنزانة التي تتسع لشخصين كان يوضع فيها 6 أو 8 معتقلين. أكثر شخص يخيفك في السجن هو أنت نفسك، لأن أفكارك الخاصة هي أكثر ما يروعك. تم توزيع مطبوعات على السجناء تحتوي على النشيد الوطني الروسي وأغاني وطنية تعود للحقبة السوفيتية. كان عليهم أن يحفظوها عن ظهر قلب ويغنوها. لقد استجوبوني واعتدوا علي، ثم تم تجنيدي قسراً وصوروا ذلك كوسيلة ضغط. هددوني بأنه لا جدوى في التفكير في الهرب. كان ينبغي أن أقدم لهم كل 3 أيام تقارير عن كل ما سمعته عن أسلحة أو جماعات نشطة. لم أشي بأحد، كنت على علم بالأشخاص الذين فروا خارج المدينة، لذلك كنت أقدم لهم فقط أسماء من كنت متيقناً من مغادرتهم بالفعل. بعد انتهاء الاحتجاج جئت إلى هذا المنزل، هنا كان يعيش ميكولا مع عائلته. مغلق. مرحباً. مشاعر جياشة. توجهنا إلى نقطة التفتيش حيث تم اعتقاله، وسألنا إذا كان بإمكاننا تسليمه بعض المتعلقات الشخصية والأدوية. وافقوا وطلبوا منا أن نحضرها في اليوم التالي، لكن عندما عدنا رفضوا استلامها وقالوا لنا إنه تم نقله إلى مكان آخر. هذه دفاتر حسابات ميكولا. انتظرته لمدة أسبوع على أمل أن يظهر من جديد، ثم غادرت. كنت أدرس علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا، وهي عبارة عن فنون صناعية، كما درست الجغرافيا والإلكترونيات. أصدر الروس تعليمات، لكنهم لم ينفذوها. من حافظ على هدوئه استمر في التدريس بنفس الطريقة المعتادة. لم يقدموا لنا منهجاً دراسياً محدداً، لذا كنت أدرس بالطريقة نفسها، وكانت جميع الاختبارات باللغة الأوكرانية. علمت الأطفال أموراً عادية مثل أين يقع أكبر شلال في العالم؟ أشياء من هذا القبيل. سألت التلاميذ عن اللغة التي سنستعمل في الفصل، الروسية أم الأوكرانية؟ فأجابوا الأوكرانية، ولن نخبر أحداً بذلك. أليس هذا جميلاً؟ أخفض المقعد الخلفي للسيارة. عندما سمحوا للناس بالعودة توجهنا نحو كوبيانسك، حينها لم نكن نعرف أحداً في المدينة. صندوق أرز لكل شخص؟ نعم. في وقت لاحق تعرفنا على لودميلا، والآن نعرف هذا المكان جيداً. لننطلق.
ها قد وصل رفاقي المتطوعون. لودميلا، سنتجه إلى كيف شريفكا. أحضرنا موقداً وطعاماً. سنلتقي الأب ليونيد. ارتدي قبعة. بالطبع، القبعة أهم شيء. سكان خاركيف الأعزاء، أيها الجنود الأعزاء، الفاشيون الروس يتجهون نحو مدينتكم، تصدوا لهم، اقصفوهم وحطموهم. نحن نعلم أن أوكرانيا ستنتصر لأن جنودنا لا يقهرون، فلتتقدموا أيها الروس، إن جنودنا في انتظاركم. ماذا حدث لك؟ في السابعة صباحاً دوت السفارات إنذاراً بغارات جوية. كنت أشتري الحليب، ثم بدأت أركض باتجاه البيت لأن ابنتي كانت في الطابق الرابع. كان الثلج يتساقط، انزلقت وانكسرت رجلي. تواعدنا على الخروج في مظاهرة أخرى، لكن لم يأتي أحد. وحينها أدركت أن فترة الاحتجاجات قد انتهت، لذلك نهتم الآن بتوزيع المساعدات الإنسانية. زارني شابان في بيتي. بعد فترة طويلة من التحديق في بعضنا، أدركنا أنه بإمكاننا أن نثق ببعضنا، ثم باشرنا العمل حيث راسلت الداعمين ليقدموا لنا المساعدة لاحقاً. لم تكن هناك تدفئة، لذا ذبلت بعض النباتات. عبارة المجد لأوكرانيا، المجد للقوات المسلحة، كانت مكتوبة على معلبات اللحوم. تخيل لو أنهم عثروا على واحدة منها. كنا مثل الفدائيين. كانت تلك بالنسبة لنا رسالة إلى الناس بأنه ينبغي عليهم سماع صوت أوكرانيا، وأن يعلموا أنهم ليسوا منسيين وأننا متحدون. كان ذلك مهماً بالنسبة لنا. انتظرنا وصول جنودنا. لقد كنا جدا مرهقين ونتساءل يومياً عن موعد وصولهم، ولكن سرعان ما أدركنا أنه كان هناك بالفعل الكثير من الجنود الروس في المنطقة، وأن مدينتنا ستشهد مواجهة عنيفة. قال لي زوجي: خذ ابنتنا واتجها إلى مكان آمن. من يأوي المسافرين والنازحين من أماكن الرعب حيث أصبح العيش مستحيلاً؟ من يأوي الذين لا يملكون مالاً أو وثائق هوية أحياناً؟ سيعيش في ملكوت ونعم الرب. دعونا نأمل أن تظل لدينا الرغبة في عمل الخير، وأن ننجو وننتصر في معركتنا. المجد ليسوع المسيح، وليكن الرب معنا. كان الاحتلال صعباً، صعباً من الناحية الأخلاقية، غير مسموح للمرء أن ينسى هويته.
لو حضر أي منهم إلى كنيستنا واستمع إلى صلواتنا من أجل جيشنا سيكون معروفاً ما سيحدث لنا. كنت واثقاً في أتباعنا، لكن في أيام الأعياد مثل عيد العنصرة كان يحضر المزيد من الناس، ومع ذلك لم يشي بنا أحد. هل يمكن تخيل ذلك؟ كانت هناك مجموعة تواصل القتال وتحضر للصلاة. بعد شهرين من بدء الحرب سألت كيف أساعدكم؟ دعنا نقاتل. فقمنا بتأسيس مجموعة صغيرة من الفدائيين. كنا نلتقي كل أسبوع بعد الصلاة ونخطط لعملياتنا. للأسف يعتقد عدد من سكان المنطقة أن روسيا ستجلب السلام. حسب تقديراتي فقد تراوح عدد الموالين لروسيا بين 25 و30%. كان هذا الحي عمالياً حين تم بناء هذا المصنع. قدم العمال من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. ماذا كان عسانا أن نفعل؟ كانت الشوارع مليئة بالجنود المسلحين. استخدمنا ما كان بحوزتنا. لقد كانت لدي طابعة، فبدأنا بثلاثة ملصقات ثم عشرة وهكذا. وضعنا الملصق الأول هنا. من الصعب تثبيت ملصق على هذا الجدار، لذلك استخدمنا شريطا لاصقا. كان علينا أن نكون حريصين حتى لا نثير الشبهات من حولنا، وأن نتصرف كأي شخص عادي، أن نتصرف مثل الأشخاص الذين يضعون إعلانات لبيع سياراتهم. كان علينا أن نتحلى بالهدوء والسرعة في نشاطنا حتى لا يشك أحد في قيامنا بشيء ممنوع. كان مهماً للغاية تناقل إحداثيات القوات الروسية. كان هذا مهماً لهجوم خاركيف، وليشهد الرب أنني فعلت كل ما في وسعي. لا أعرف مدى تأثيري في هذه الحرب، ولكن في زمن الحرب كل مساهمة تعتبر كقطرة مطر تغذي شلالاً جارفاً. كان لدي زملاء دراسة مؤيدون لروسيا. أحدهم أصبح معروفاً كناشط مؤيد لروسيا وقد كان يمزق الأعلام الأوكرانية. عليكم أن تدركوا أن للدعاية تأثيراً قوياً. شباب منطقة خاركيف يدمرون رموز أوكرانيا النازية لأنهم لا يرغبون في رؤيتها في مدينتهم بعد الآن. عندما كنت في المدرسة الثانوية كان يطلب منا أن ننشد النشيد الوطني بطريقة مبالغ فيها للتعبير عن الوطنية. قالوا لنا ضعوا أيديكم على صدوركم وأنشدوا. كان العديد منا يشارك في النشيد، لكن حينما اندلعت الحرب تغيرت الأمور فجأة ولم يعودوا وطنيين. هل تحفظ النشيد الوطني؟ بالطبع. لننشد. تفضل. تم توزيع هذه المناشير كعملية غسيل لدماغ السكان المحليين. في شهر أيار مايو حاولت الاتصال بأسرتي، لكن إشارة الاتصال كانت سيئة. في المساء خرجت في محاولة مني لالتقاط إشارة اتصال أفضل،
وتم حينها اعتقالي بداعي خرق حظر التجول. كان سؤالهم هو أخبرنا، فقلت أخبركم بماذا؟ قالوا بكل ما تعلمه، لقد كانوا يستخدمون أساليب غير قانونية، يضعون كيسا فوق الرأس، يقيدون اليدين والساقين بشريط لاصق، ثم يضعون غطاء آخر على الرأس ومزيدا من الشريط اللاصق فوقه، يجبرون المرأة على اتخاذ وضع معين وباستعمال كابلين اثنين، ويبدأ الصعق بالكهرباء والضرب. أعلن عن رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المؤقتة لمنطقة خاركيف الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية. تم بالإجماع انتخاب فيتالي كونستانتينوفيتش غانتشيف رئيساً للإدارة المؤقتة. النظام التعليمي يشهد تحسناً ملحوظاً. أود أن أخبركم بوضوح أنه بفضل دعم الاتحاد الروسي سينهض النظام التعليمي من كبوته التي كان عليها تحت حكم أوكرانيا. لم يكن هناك منهج دراسي حتى ذلك الوقت، لكنهم أحضروا كتباً مدرسية مطبوعة حديثاً أعدت على عجل. تصفحت كتاب الجغرافيا للصف الثامن وقلت لن أدرس هذا. في الفقرة الثالثة جاء ما يلي: في 21 من شباط فبراير وقع بوتين مرسوم الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، هل ينبغي أن أدرس هذا؟ لا، وهكذا انتهى عملي كمدرس. لم أشاهد محطاتهم التلفزيونية ولم أستمع لمحطاتهم الإذاعية، كما أنني لم أتواصل معهم، وهكذا بقيت بعيدة عن أي تأثير. لكن كان هناك أشخاص آخرون مثل جارتي، كان ابنها مقاتلاً في الجيش الأوكراني، إلا أنها أخبرتني أنها تعمل كمدرسة في مدرسة روسية. سألتها كيف؟ وماذا عن ابنك؟ فأجابت عليك أن تفهمي أن روسيا باقية هنا إلى الأبد، وعلينا أن نتكيف مع هذا الوضع. ادخلوا إلى الداخل واحموا أنفسكم، اختبئوا. حتى اللحظة الأخيرة وقبل أن أرى بأم عيني الجنود الأوكرانيين لم أكن أؤمن بالتحرر. في أثناء الاحتلال تعرضنا للقصف أيضا، لكن الجيش الأوكراني استهدف أهدافا محددة بدقة ولم تهتز حتى نوافذ السكان. ولكن منذ تحرير المنطقة وروسيا تقصفنا بجنون، لم نحظى بيوم هادئ إطلاقا.
في السينما يمكن للمرء أن يكون بطلاً، لكن في الواقع فالأمر أكثر تعقيداً ومخيف للغاية. كان على الناس البقاء على قيد الحياة، من السهل على الذين فروا إطلاق تهم وأحكام. على أي حال، لقد تركوا كل شيء وراءهم، لكن ينبغي عليهم أن يجربوا الحياة التي عاشها الناس هنا. فالخوف الذي شعرنا به كل يوم لا يستطيع أن يتحمله الجميع. لقد أظهرت لنا الحياة حقيقة الأشخاص. لقد فتحنا حوالي 200 قضية جنائية مرتبطة بالتعاون مع الاحتلال السابق في منطقة كوبيانسك. وإن كان هناك شخص غفلت عنه سلطات التحقيق القضائية، فيجب أن يعلم أن دوره آت لا محالة. أنا مستاءة للغاية وغير راضية على الكثير من الأمور. بعض الأشخاص ظلوا في مناصبهم خلال فترة الاحتلال وتعاونوا مع القوات المحتلة التي قامت بقتل واعتقال وإهانة أبناء وطننا، والآن يعملون مجدداً لصالح الدوائر الحكومية الأوكرانية. لدينا نقص شديد في عدد الموظفين، وخاصة في عدد المتخصصين المؤهلين لأداء المهام بكفاءة. للأسف لم يعد اللاجئون بعد. أساعد في توزيع الطعام وفي تحميله من أجل مساعدة الأوكرانيين. عندما وصلت القوات العسكرية الأوكرانية، علمت أنه سيتم استجوابي، ولكنني صدمت بالطريقة التي تم بها التعامل معي. جاء صديقان لي، ولكنهما أحضرا معهما أيضاً جندياً قوي البنية، وبدون أي توضيح ضربني على وجهي وعيني وقال لي: أنت رجل ضعيف العزيمة، لو لم تتمكن من الهروب لكان عليك أن تطلق النار على نفسك. من المزعج للغاية أن يضربك أولئك الذين كنت تنتظر عودتهم. لطالما اعتبرت نفسي شجاعاً، ولكن تحت الاحتلال أدركت مدى تأثير الخوف على الإنسان وسيطرته عليه. أنا من دونباس، من مدينة هورليفكا. عندما اندلعت الحرب هناك عام 2014، انتقلت إلى منطقة في خاركيف، والآن اضطررت إلى الفرار مرة أخرى، لكن الأمر هذه المرة أصعب بكثير من السابق. أشياء كثيرة مرتبطة بهذه الحرب. اختطاف ميكولا، هذه الحرب، إنها أكثر إيلاماً بكثير.